وعدة شهرتها. ولهذا ينبغي لنا أن نلتزم بالأوامر الشرعية والآداب المرعية، فإن من سياسة هذه الشريعة في جعل الحياة حياة طيبة سعيدة سياسة الوقاية مما سبقت به التشريعات كلها. ولهذا الله جل وعلا جعل لنا قواعد نمشي عليها في هذه الحياة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، خذوا حذركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا قعد علماؤنا قاعدة عظيمة، هي قاعدة في الصحة قبل أن تكون قاعدة في الجناية، قبل أن تكون قاعدة في التعاملات الاجتماعية والمالية، وهي قاعدة الدفع أولى من الرفع. ولهذا أوصي إخواني بأمور: الأمر الأول أن يحافظوا في هذه الأوقات على التباعد بينهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، قد يكون أحدهما مصاب ولا يعلم فيؤذي الآخر. ولا ينافي ذلك التوكل على الله جل وعلا، فإن من حقيقة التوكل على الله العمل بالأسباب الحسية. والأمر الثاني أن يحرص المسلم على أن يلتزم بالأدب الذي سنه ولي الأمر للحرص على الحفاظ على الأرواح، وهو الالتزام بالكمامة